في أعمال كثيرة طبعا، بس من أهم بصراحة الأعمال أنا حكيت مع معالي رئيس هيئة ترفيه تركي آل الشيخ، والحقيقة أخذت إذنهم لأنه مسرحية ديب بالقليب كان مفروض أنها تكون من ضمن دور على المواسم، يعني موسم الشرقية، موسم جدة، موسم الصيف في الطائف وأبها، وهذا كان المقرر لها. فبحكم الوضع اليوم وبحكم وجود الناس في بيوتهم، فأنا نسقت مع أبو ناصر أنه لا نعرضها للناس في هالفترة في هالمرحلة هذه. الحقيقة شيء ممتاز أنه نرجع إحنا بعد عودة طويلة إلى المسرح، والأجمل الآن المفاجأة اللي اليوم يتحفنا فيها الشيخ وليد إبراهيم، أنه ستكون يعني في باكورة الشاهد. هذا شيء الحقيقة يعني مبهج لنا، خصوصا في هذا الظرف اليوم العالم مع هذا الوباء اللي اسمه الكورونا، الله يحمينا وياكم من الشر هذا اللي قلب حياتنا فوق تحت في مو بأسابيع، في أيام. فالعالم اليوم محتاج على الأقل أنه هي قاعدة في بيوتها أنها تشوف شيء مسلي يعني.